السلام عليكم أبنائي الأعزاء، كيف حالكم اليوم؟ أدعو من الله أن تكونوا بخير وفي أحسن حال. اليوم سوف أتحدث معكم عن قصة جديدة، ألا وهي قصة السيرك. وفي هذه القصة يحكي بطل القصة عن اليوم الممتع الذي قضاه مع صديقه أدهم ومع أبيه في السيرك، وماذا شاهدوا هناك؟ تعالوا معي لكي نقرأ هذه القصة الممتعة. أدهم صديقي منذ الصغر، نلعب معا كل يوم. أمس كان يوما جميلا، ذهبنا إلى السيرك مع أبي، شاهدنا عروض السيرك الممتعة، ضحكنا كثيرا مع المهرج. كان المهرج بارعا في تمثيل مواقف مختلفة، مرة يكون حزينا فيبكي، ومرة يكون فرحا فيضحك، ثم يمثل الغضب ويحمر وجهه. بعد العرض أخذنا صورة مع المهرج. أنا وأدهم قلنا لأبي شكرا كثيرا على هذا اليوم الممتع. والآن سوف نجيب على الأسئلة الموجودة بالقصة. ماذا يفعل الصديقان معا كل يوم؟ يلعبان معا. ماذا يفعل الصديقان معا كل يوم؟ يلعبان معا. إلى أين ذهب الصديقان؟ إلى السيرك. إلى أين ذهب الصديقان؟ إلى السيرك. متى ذهب الصديقان إلى السيرك؟ بالأمس. متى ذهب الصديقان إلى السيرك؟ بالأمس. هل استمتع الصديقان بعروض السيرك؟ نعم، استمتع الصديقان بعروض السيرك. هل استمتع الصديقان بعروض السيرك؟ نعم، استمتع الصديقان بعروض السيرك. ما شعور الصديقين وهما في السيرك؟ الفرح. ما شعور الصديقين وهما في السيرك؟ الفرح. بماذا اتصف المهرج؟ ببراعة التمثيل. بماذا اتصف المهرج؟ ببراعة التمثيل. ما المشاعر التي عبر عنها المهرج؟ الحزن والفرح والغضب. ما المشاعر التي عبر عنها المهرج؟ الحزن والفرح والغضب. ماذا قال الصديقان للأب بعد العرض؟ شكرا كثيرا على هذا اليوم الممتع. ماذا قال الصديقان للأب بعد العرض؟ شكرا كثيرا على هذا اليوم الممتع. والآن سوف نتناول القصة من ناحية الظواهر اللغوية وأنواع الكلمة. السيرك، ما نوع الكلمة؟ اسم وبها لام شمسية. أدهم، ما نوع الكلمة؟ اسم. أبي، الكلمة بها مد بالياء والحرف الممدود هو الباء. صديقي، الكلمة بها مد بالياء والحرف الممدود هو الدال، وأيضا مد بالياء والحرف الممدود هو القاف، والكلمة بها ياء ملكية. الصغر، نوع الكلمة اسم كما بها لام شمسية. نلعب، نوع الكلمة فعل ونوع الفعل فعل مضارع. يوم، نوع الكلمة اسم كما بها تنوين بالكسر. كان، الكلمة بها مد بالألف والحرف الممدود هو الكاف. إلى، حرف جر. جميلا، نوع الكلمة اسم وبها تنوين بالفتح كما بها مد بالياء والحرف الممدود هو الميم. ذهبنا، نوع الكلمة فعل ونوع الفعل فعل ماضي كما بها مد بالألف والحرف الممدود هو الشين، كما بها مد بالألف والحرف الممدود هو النون. عروض، بها مد بالواو والحرف الممدود هو الراء.
الممتعة نوع الكلمة اسم وبها لام قمرية، أنا ضمير متكلم كما بها مد بالألف والحرف الممدود هو النون، ضحكنا نوع الكلمة فعل ونوع الفعل فعل ماضي كما بها مد بالألف والحرف الممدود هو النون، كثيرا نوع الكلمة اسم وبها تنوين بالفتح كما بها مد ياء والحرف الممدود هو الثاء، المهرج نوع الكلمة اسم كما بها لام قمرية، بارعا نوع الكلمة اسم كما بها مد بالألف والحرف الممدود هو الباء، في حرف جر، تمثيل كلمة بها مد بالياء والحرف الممدود هو الثاء، مواقف كلمة بها مد بالألف والحرف الممدود هو الواو، مختلفة نوع الكلمة اسم، مرة نوع الكلمة اسم وبها تنوين بالضم، يكون كلمة بها مد بالواو والحرف الممدود هو الكاف، يبكي نوع الكلمة فعل ونوع الفعل فعل مضارع كما بها مد بالياء والحرف الممدود هو الكاف، فرحا نوع الكلمة اسم، يمثل نوع الكلمة فعل ونوع الفعل فعل مضارع، الغضب نوع الكلمة اسم كما بها لام قمرية، يحمر نوع الكلمة فعل ونوع الفعل فعل مضارع، أخذنا نوع الكلمة فعل ونوع الفعل فعل ماضي كما بها مد بالألف والحرف الممدود هو النون، قلنا نوع الكلمة فعل ونوع الفعل فعل ماضي كما بها مد بالألف والحرف الممدود هو النون، الممتع نوع الكلمة اسم كما بها لام قمرية، حزينا نوع الكلمة اسم وبها مد بالياء والحرف الممدود هو ازاي على حرف جر، يضحك نوع الكلمة فعل ونوع الفعل فعل مضارع، هذا اسم إشارة كما بها مد بالألف والحرف الممدود هو الزال، اليوم نوع الكلمة اسم كما بها لام قمرية، العرض نوع الكلمة اسم كما بها لام قمرية، صورة نوع الكلمة اسم، شكرا نوع الكلمة اسم وبها تنوين بالفتح، السلام عليكم.